لقائنا مع دكتور الرئيس كان اول شيء تنهنيه بالسنه الجديده ونتمنى على كل اللبنانيين تكون سنه خير واحسن من سنه 2015. لاحظنا بعده مواضيع اهمها الشغل اللي عم يعمله دكتور الرئيس لتقارب الاطراف، وخاصه انه اليوم في جلسه حوار الاسبوع الجاي ونتمنى على الكل يحضروها، لانه عم تعطي الصوره انه على الاقل بعد في مرجعيه بهالبلد يلي عم تحاول تخلي الحوار بين تيار مستقبل وحزب الله على اساس انه لربما العسى انه نقدر نطور حالنا ونحرك الحكومه، لانه مشاكل المواطنين كلياتها بنعرف الوضع الاقتصادي سيء. اليوم سمعنا بترسي العقود والنفايات وبدو شنوها، لحديث هلا ما شفنا شيء بعد. هل يا ترى فعليا في هالعقود شغاله ولا بالاخر كمان في عقود مخفيه؟ شفنا الوضع البيئي واليوم الشتي اللي عم نشوف فيه. السؤال ارحموا هالعالم اللي عايشين بلبنان، ما حنحكي بس على بيروت، رح نحكي على كل لبنان، انه ارحمونا هالعالم وجربوا بقى تعاطوا بمشاريعهم التنمويه والاقتصاديه والمعيشيه. حكينا كمان على التطورات بالمنطقه وخاصه يلي عم يصير بالخليج بين ايران ومنطقه الخليج. نحن بنتمنى على السياسيين تبعنا عم نقولها. نحن عاده مرآة تعكس الوضع الاقليمي. اليوم بالنتيجه مصالح الدول الكبيره بدها توصل لتسويه بمحلنا. بس نحن عاده بنزايد على المصالح وعلى الدول الاقليمي. بنجرب بالاخر نتمركز ونتمترس بالسياسي. تمنياتي على كل السياسيين ما يقروا غلط. يلي حصل يجب استيعابه. نتمنى على الكل انه يشوف الامور بمنظار الطبيعي حتى ما نوصل لمرحله انه تصير التسويه بالمنطقه ونحن مثل العاده بنكون خارج التسويه. نتمنى انه بالاخر التسويات اللي عم تنبعث لانتخاب هي الجمهوريه تصير. نتمنى على كل الاطراف فعليا يفكروا بالداخل اللبناني ما يكون بالاخر ناطرين التعليم من الخارج. شكرا.